أزولي مازيغ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تتبع الجميع، يعرف المغرب مؤخرا صراعا سياسيا، تجربا سياسيا حادا بين حزب الاستقلال والعدالة والتنمية. ولكن قبل أن أغوص في هذا الموضوع وأناقش أبعاد هذا الصراع هذا، أريد أن أشير إلى نقطة جوهرية وأساسية في هذا الموضوع، وأنه لا يجب غض النظر على هذه النقطة. هذه هي أنه تم تهريب ما يقارب 50 مليار درهم من المغرب فيما يعرف بفضيحة الأموال المهربة. هذا هو السؤال الجوهري، ولم نعرف إلى حد الساعة من هو المسؤول على هذه القضية هذه. هذا هو، غير ذلك فما هو إلا يعني حركة بهلوانية على الهامش، لغض النظر ولا تغيير أنظار الشعب المغربي. ولهذا كما عرفنا، فقد وجه بشكل مباشر أو غير مباشر السيد وزير الأول والرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران اتهاما إلى حزب الاستقلال، وخاصة أشار إلى اسم وزير، أشار بشكل مباشر أو غير مباشر إلى السيدة ياسمين بدو الوزيرة السابقة ديال الصحة. قال فيما يعرف بقضية أو فضيحة شقة باريس، ومما أشعل نار الهجومات والهجمات المضادة بين الطرفين. لكن أعيد أن أذكر الناس أن الشعب المغربي ما يهمه، ما كيهمناش حنا هذا الألعاب البهلوانية التي تقوم بها الأحزاب السياسية. المهم هو أنه تم تهريب 50 مليار درهم من المغرب، ولا نعرف إلى حد الآن من هو المسؤول، ونريد أن نعرف ونسترجع هذه الأموال. والسياسة التي اتجهها إلى حزب الاستقلال هو نفس السياسة التي اتجهها استعملها الأمير مولاي هشام، هو ديال ضرب الحمار على التبن باش ينسى الشعير. إلا ضربتي الحمار على التبن راه كاع ما لقى التبن عاد غادي يزيد يطلب لك الشعير. ولهذا فقاموا ب يعني حملات إعلامية، ندوات صحافية لمحاولة تقسيم الشعب المغربي، التجاذب السياسية. عوض ما تكون ياسمين بدو ضد الشعب المغربي، لجأ حزب الاستقلال أن يجعل هذه القضية هي مسألة ما بين حزب الاستقلال والعدالة والتنمية. لكن أريد أن أقول شيئا أساسيا، هو أن قضية ديال أن رفع الدعوة هذا لا يهمنا في شيء في الشعب المغربي، لأنه قد تقع جريمة. نعطيكم مثال، تقع الجريمة ولا ما عندكش الأدلة، رغم أن هذا الإنسان الذي عمل هذه الجريمة هذه ما عندكش إثباتات ضده، وخا أنه يعني معروف بأنه قام هذا في القانون. هذا هو القانون، هذه هي المحاكم. المحاكم هو الفصل بين خصمين على أساس أدلة. لما ما عندكش أدلة ما عندك، ما عند المحكمة ما تقول لك. فهذه هي نفس السياسة الاستراتيجية التي اتجهها الأمير مولاي هشام عندما كانت تهمه فيما يعرف بقضية السياش، ورفع دعوى قضائية ضد أحد أعضاء حزب عبد الهادي خيرات، بالضبط عضو الاتحاد الاشتراكي. فعجز عبد الهادي خيرات في إيجاد أدلة التي تثبت اتهام الأمير، واضطر أن يتنازل ويقدم اعتذارا فيما يخص هذه القضية. هذه استراتيجية تعلمها حزب الاستقلال من الأمير، فانهم قاموا بنفس الاسلوب. غادي نرفعوا دعوى قضائيه ضد الوزير الاول، وغادي نطالبوا منه يصدر كاع ديك لا ليست اللي كان كيهضر عليها ديال انهم الناس المتهمين في تهريب الاموال. ولظروف خاصه او غير خاصه ولا ما نعرف، السيد وزير الحكومه ما غاديش يكون قادر على انه يثبت هذه المساله هذه، وما غاديش يقدر يصدر، يعني غادي يصدر لا ليست ديال كاع الناس اللي كيهربوا. خص تكون هناك تحريات، وغادي يطلبوا مجهودا قضائيا، ويتطلبوا اموالا كثيره لاثبات هذه الجريمه هذه. لكن اعود واقول، لا يجب ان نغض النظر على السؤال الجوهري اللي هو تهريب الاموال من المغرب. فالسيده الوزيره اتهمت في مقال صدر عبر احد المجلات احد الصحف الالكترونيه، تقول بانها استعملت نفوذها عندما كانت وزيره واشترت شققا في باريس. الان ما هو العمل؟ السيده انها التجأت الى القضاء، لكن هل هذا يبرئها امام الشعب المغربي؟ اقول وبكل وضوح لا. عندما يلتجئ الانسان وعندما يختار اي انسان مغربي انه يشتغل في الحكومه، فالطريقه اللي غادي يتعاملوا معها ماشي هي الطريقه اللي نتعاملوا معها بها مع مجرم الشارع، نديوه للقضاء. انت انسانه اشتغلتي عند الشعب المغربي،
ومن حقنا كشعب نعرفه من أين لك هذا كما يقال. وإلا كنتي كما يقول الأمريكانيين ما قدش على السخونية خرج من الحمام، يقول ما قدش على السخونية خرج من الكوزينة. ولما يختار الإنسان أنه يشتغل في الحكومة فيعني أنه يعني كشرط أساسي أنه يقبل يفتح جميع الدفاتر ديالو، البنكية ولا الأملاك، ويتصريح بجميع الممتلكات. هنا العيب ماشي على المحكمة أنها تبرئ أو لا تبرئ الوزيرة، أنا لا أعرفها شخصيا ولا أتهمها بشيء، أنا لا أعرفها، ربما هي إنسانة طيبة، أنا لا أعرف السيدة الوزيرة، ولكن بطبيعتها أنها اشتغلت كوزيرة من حق الشعب المغربي يعرف، وستكون قدوة للجميع أنها تقول لهم أودي فوالا هاش كاين، هاش عندي، هاش ما عنديش. حنا ليس ضد إنسان الأغنياء، حنا ماشي غادي نحاكموا أي إنسان غني، حنا بغينا الناس يوليو أغنياء، الجميع يولي غني، ولكن يجب أن تكون عن طريقة قانونية وطريقة بطريقة شرعية. ولهذا فمحكمة الشعب المغربي هي ستكون بالشكل التالي، تكون واحد اللجنة خاصة من الناس اللي يثق فيهم الجميع، غادي يقوموا بتقصي في هذه المسألة هذه. وعوض ما نقوم بعملية أن تحويل الصراع من أنه البحث في قضية الأموال المهربة إلى صراع بين حزب الاستقلال والعدالة والتنمية، هو ما هو إلا سيرك، سيرك لا عنده هدف سياسي. غادي نشرح نجي من بعد وغادي نشرح لماذا أن سميتو الكاتب العام ديال حزب الاستقلال اختار أن يدخل في هذا الصراع مباشرة. فيما يخص السيدة الوزيرة هي أنها تملك، انها ممتلكات، ما عرفناش حنا منين جاتها، ماشي. وكان كانت انها انسانه يعني كتعيش الحياه ديالها خاصه، ما دخلتش للوزاره، كانت كتشتغل في قطاع خاص وجمعات دوك الاموال ودارت فيهم ما بغات، هذاك حقها، سيحميها القانون كما يحمي الجميع، فهي انسانه عندها حقوق وستحمى كما يحمى الجميع. لكن بانها اختارت انها تشتغل في الحكومه فهذا يعني كما يقول الامريكانيين غادي نهزو لابار شي شويه، غادي نعليو لابار شي شويه، لانك انسان تعتبر انسان، انت انسانه بريئه، انسانه تريد ان تخدم الناس يعني كوزيره، يعني كتقدم واحد المجهود جبار. ولهذا فعليها كوزيره ان تثبت براءتها، عوض ما نبقاو في هذا الصراع ديال التجاذب ما بين حزب الاستقلال والعدالة والتنمية لأهداف سياسية. خصنا نكون واعيين بسميتو بضخامة هذه المسألة هذه، لأنه عوض حزب الاستقلال لحد الساعة نجح في تقسيم الشعب المغربي، حزب الاستقلال في جانب والعدالة والتنمية في جانب، هو انه الى خرجت هذه القضيه هذه ببراءه، وانه لم يعني في اخر المطاف مشات هذه القضيه للمحكمه وخرجت السيده بريئه، ف يعني في اخر المطاف كل شيء غادي يمشي في هذا الاتجاه هذا. الى كتظن بانني سرقت الاموال خصك تثبت، والاثبات راه صعيب، فالعيب على الانسان اللي اختار يخدم الشعب انه يثبت البراءه ديالو. فيما يخص الاتجاه السياسي، هو انه مؤخرا حزب الاستقلال كان يعرف انشقاقات داخليه، هنا اختار السيد الامين العام ديال حزب الاستقلال شراء الولاءات. دابا هنا غادي قضيه انه اختار ان يدافع، ان يكون الوجه المدافع على ياسمين بدو، وتحويل القضيه من قضيه ديال السيده وزيره متهمه في واحد القضيه الذي انا لا اعرف هل هي بريئه او لا غير بريئه، انا ما عرفتش كاع واش عندها شقه ولا ما عندهاش في باريس، انا غير على تتبع الاحداث. هو انه الى دافع عليها بحال كيقول لك شريتك، ستعلن ولاءها للامين العام ديال الحزب الاستقلال الى الابد، وهاك هنا سينجح السيد حميد شباط في جمع القوى، داخل الاتحاد الاشتراكي. هذه استراتيجيه ديال الحرب، خلق العدو الواحد، عوض ما تدخل في الصراعات الداخليه الا خرجتي واحد العدو اللي غادي يتوحدوا من اجل الناس وغادي يتصدوا له. هنا كتغير الانظار، تغير الانظار من انه تصفيه الحسابات الداخليه الى جميع القوى لمواجهه العدو الواحد. هذه هي الاستراتيجيه ديال الامين العام ديال حزب الاستقلال.
ولكن على الشعب المغربي مرة أخرى أن يكون واعيا وألا ينجر خلف هذه الألعاب البهلوانية، هو أنه تم تهريب 50 مليار درهم من المغرب، وأن السيدة بدو من بين الأسماء التي أشرت إليها الأصابع، وعليها أن تبرئ ذاتها. هذا هو اللي كيطلب من الشعب المغربي، وغير ذلك فما هو إلا رمي، كما قلت، هو رمي الرماد على العيون ومحاولة تغيير المسار ديال النقاش. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.